عقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ثلاثة من الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، حيث عقدت جلسة متخصصة حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي. اجتمعت اللجنة مصغرة وفيها خبراء وفيها مجموعة برضو من الأحزاب عشان يتم صياغة نص المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي للإدارة المحلية. الحقيقة الجلسة اللي فاتت كان في توافق من الأحزاب اللي موجودة على نظم انتخابية معينة، وبالتالي فده يعني يعتبر شوط كبير، اتقطع شوط كبير جدا في مسائل الإدارة المحلية أو نظام الانتخاب للإدارة المحلية. وبالتالي النهاردة انعقد اللجنة المصغرة عشان صياغة النص. بالفعل بدأنا الأول تعرضنا على النص الدستوري مرة أخرى عشان نأكد على تواجد النسب ونتأكد من دستورية النص اللي هيتم صياغته بالنسبة للنظام الانتخابي.